للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة، بداية دكتورة فاطمة مرحبا بك. يعني في تقرير لوكالة الأسوشيتد بريس رصد نحو 10,000 مدني قتل في معارك استعارة الموصل، كيف رصدتم الانتهاكات دكتورة فاطمة في بحق المدنيين في الموصل؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. في الحقيقة في مدينة الموصل وأثناء الحرب على ما يدعون الإرهاب حدثت انتهاكات كبيرة وقد قامت بها الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي وكل من شارك ودعم كذلك ميليشيات الحشد الشعبي ومن دعمهم. الحقيقة هذه الانتهاكات وجرائم، في الحقيقة هي ترقى إلى جرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين في الموصل، قتل وسقط في ضحايا كثيرون من أبناء الموصل بسبب القصف الشديد، بسبب التفجيرات وغيرها من العمليات يعني القتل التي حدثت بحق المدنيين في الموصل، بالإضافة إلى الدمار الكبير، دمار كبير على نطاق واسع، يعني حوالي 90% خاصة في الجانب الأيمن نسبة الدمار، وفي الجانب الأيسر وصلت إلى أكثر من 60% من المدينة. دمار في الممتلكات العامة، الممتلكات الخاصة، البنى التحتية، البنى الخدمية، يعني حالة يعني يرثى لها. الاعتقالات، الإعدامات خارج نطاق القانون، التشريد، المعاملة السيئة التي لقاها النازحون أثناء نزوحهم لعدم توفر ممرات آمنة ما تسبب تعرض حياتهم للموت، وأيضا في أثناء وصولهم بعد وصولهم إلى مخيمات النزوح وما لقوهم من معاملة سيئة، وأيضا من عدم توفر أي مساعدات تم تقديمها لهؤلاء يعني الذين خرجوا من ديارهم. بالإضافة إلى ذلك الأسلحة، نوعية الأسلحة التي استخدمت في الموصل، الأسلحة المحرمة التي تسببت في كوارث في الموصل سوف يمتد أثرها إلى وقت أمد بعيد. بالإضافة إلى ذلك العمليات الإغاثية كانت في مستوى بائس الحقيقة، تسبب في يعني سقوط أكثر من الضحايا لعدم توفر فرق إغاثية تنقذ من تأذى بسبب القصف. إلى أي مدى دكتورة فاطمة يحق للتحالف أن التحالف الدولي، إلى أي مدى يحق له أن يطعن في التقارير التي أصدرتها هيومان رايتس ووتش؟ ليس لدى التحالف الدولي أي حق في الطعن في التقارير لسبب بسيط، أن ما يقوم فيه ما يدعي التحالف الدولي أنه قام بتحقيقات، هذه التحقيقات تشوبها عيوب كثيرة، وهذا جاء على باعتراف يعني من مسؤولين في التحالف الدولي، كما صرح بذلك نائب قائد العمليات العسكرية لمراسل إيرورد عندما قال له أن التحقيقات في القتلى، مزاعم القتل بسبب الغارات الجوية التي قام بها التحالف تختم فقط. كيف يعقل أن يكون للتحالف الدولي أي مصداقية والتحقيقات بهذا الشكل الرديء؟ إذا كان للتحالف يعتبر نفسه أن له الحق في الطعن بهذه التقارير، لماذا لا يقوم بالتأكد من أعداد الضحايا المدنيين؟ لماذا يرفض؟ التحالف الدولي لا يريد أن يكشف عن مستوى الدمار وأعداد القتلى الرهيب الذي سقط في الموصل لسبب بسيط فقط، أنهم لا يريدون أن يعني تحتف صورتهم أمام العالم وأنهم يخوضون حرب نظيفة وضد الإرهاب وغيرها من الادعاءات التي أطلقوها قبل وأثناء يعني المعارك، وأيضا يعني ما قدموه ما يدعون انهم قاموا به من ترتيبات لاجل التخفيف من وطأة هذه العمليات على المواطنين وتعهداتهم بمستوى الـ المخابرات. طيب والعمليات دكتورة الاستخبارية فاطمة، وهل دكتورة فاطمة وهل يخفى على العالم يعني التقارير الحقوقية تحدثت عن تدمير 80,000 منزل ومبنى تجاري في معركة السيطرة على الموصل،
يعني الآن وأمام أنظار العالم يعني من الناحية الحقوقية، كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ هل سيتم تعويض الناس أو كيف يمكن تعويض الضحايا من الناحية الحقوقية؟ كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ طبعا نحن يعني نعرف جيدا أن كل بلد يخوض أي حرب ضد أي بلد ثاني يحاول أن يتملص قدر الإمكان من عمليات التعويض، خاصة أنهم يعرفون جيدا أن ما وقع في الموصل من أعداد قتلى وكمية وحجم الدمار هو هائل جدا، فلهذا هم سوف يحاولون بمختلف الطرق أن يتملصوا ويتهربوا من يعني تعويض أو الاعتراف، فقط الاعتراف بسقوط مثل هؤلاء مثل هذا العدد الكبير أو مستوى الدمار الكبير. ولكن يعني هذه تبقى مسؤولية من يدافعون عن حقوق الإسلام الإنسان عفوا. الحقيقة هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي أن يتهربوا ويتركوا أبناء الموصل بمثل هذه الطريقة وينفضون أيديهم، ولكن يجب أن تبقى المطالبة بحقوق هؤلاء وتبقى الأصوات ترفع ويعني السعي بمختلف الطرق لأجل أن يستحصل هؤلاء المساكين حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. نعم، شكرا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.